بصوا يا جماعة، احنا قررنا بعد العيد وبعد الأجازة وبعد ما يعني ريحتوا مننا كده شوية نرجع لكم بكل حاجة جديدة. فاحنا خدنا الشهر ده كله بنطبع اللعبة دي اللي انتوا شايفينها دي اللي عاملة زي السجادة دي، كبيرة قوي. كبيرة قوي، والحقيقة انه احنا يعني لا مستمتعين بها كأننا جايبين لبس جديد. يعني عندنا كده حالة من الإثارة والمتعة، ولعبة جديدة هشرحها لكم واشرحها للاساتذه. واضح ان الاستاذ احمد لسه ما استوعبش التفاصيل. لا انا مستوعب، بعمل اطالاتي وحاجات عشان اطير على طول. ايوه بص بقى، اللعبه دي اسمها لعبه الثمان خطوات. لو حضراتكم شايفين قدام كل واحد من المتسابقين في خط كده مترقم من واحد لثمانيه، الثمان خطوات. انا معايا مجموعه من الاسئله، هبتدي اسال سؤال وهما الاثنين يجاوبوا، اللي هيجاوب صح واسرع هيبتدي ياخد خطوه وتتوالى الاسئله. طيب اللي عارف الاجابات هيمشي في الاتجاه المظبوط لحد 8، اللي مش عارف الاجابه هيقف مكانه. في حاجه بقى اسمها ايه؟ الكارت الذهبي او السؤال الذهبي. احمد مثلا شر بره وبعيد، شر يعني بره وبعيد. وقف وعطل فيطلب حق من حقوقه اللي هو حق الكارت الذهبي. الكارت الذهبي انا هسال احمد سؤال، لو جاوب عليه يتقدم خطوتين. ده الكارت الذهبي ده يعني يا يطلع قدام مرتين يرجع خطوه بالظبط، يعني يا تجاوب مظبوط يا ترجع بالظبط لنقطه البدايه. قد يرجع لنقطه. ودلوقتي اللي جاوب على السؤال الاول هو اللي يطلع. مستعدين؟ جاوبي وبعدين جاوبتي مظبوط تطلعي على اول. طب المفروض يجاوبنا مع بعض. لا احب افهم، انتوا الاثنين هتطلعوا على نفس الخطوه. لا ما هو عمرها ما هتبقى مع بعض سنك يعني. بس اهم حاجه مش عايزين نقطع على بعض ولا نضايق بعض. لا ما تقلقيش. مستعدين؟ لا انا ما بحبش الحاجات دي. نسيت اقول لكم حاجه، انا مش بلعب دور المعلق ولا الحكم، بس ممكن جدا 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 القدر يحدفني ان انا ابقى هنا في حاله انه الكسبان هيفضل يلعب، الخسران هيجي يقعد هنا وانا اللي العب مكانه. بس ان شاء الله مش هنوصل للمرحله دي ابدا. هفضل محافظ عليكم على رقعه الشطرنج. رقعه الشطرنج. اتفضلي. هاتولي خمس ممثلين اولادهم بقوا ممثلين. عادل امام، صلاح السعداني، عادل امام، صلاح السعداني، محمد محمود عبد العزيز، فاروق الفيشاوي، احمد الفيشاوي، خالد صالح، احمد خالد صالح. واو برافو، بالراحه تتكسر. انت هتتكسر بقى. مش هتتكسر. برافو يا احمد، حد ما فرق الطول مرعب في الشاشه. اقطع كده تاني. بصوا يا جماعه عشان تشوفوا ال شكلي كوميدي. عملاق. وبعدين ممكن بقف ورا كده ما بانش خالص. بصوا هي دي فين؟ ممكن تعدي بين رجلي يعني. حبه. يلا احمد واحد. هي دي لسه شكلنا كده منطقه البدايه. خيال علمي. ركزي. ها ركزي. انا ممكن اقف هنا عادي طول الفقره مش مضايق. هتقولي خمس. انت كده بتغلوشي وكده. انا المفروض اخد خطوه. خمس ممثلين اسمهم محمد. محمد عادل عبد العزيز. محمود عبد العزيز. محمد السعداني. محمد السعداني. محمد السعداني مين؟ محمد هنيدي. محمد عوض. محمد ممدوح. محمد سعد. محمد هنيدي. احمد خطوه لقدام. ايه ده بس انا جاوبت. انا بعد لا بعد. كل واحد فيكم بيقول اسم بعده له. الى الامام الى الامام. يلا لا كده خطر كده شكل كده ساعه. نركز شويه. انا هطلع وانت هتيجي. السؤال كفايه خمس دي يعني قللوا شويه. خمسه كل شويه. عادل امام كان اسمه ايه في فيلم سلام يا صاحبي؟ مرزوق. ديما. برافو. مرزوق دي صح. مرزوق. غير قلت اسمه ايه؟ هيما. هيما دي كانت في المولد. مولد. هيما في المولد. برافو عليك. السؤال توقف فين؟ ماشي. ايه يا طب واقفه في. طب لما عادل امام كان اسمه مرزوق، امال سعيد صالح كان اسمه ايه في لا ده سؤال ده ولا انت ايه؟ ده سؤال ده؟ هنبتدي نحمرق بقى. ها ده سؤال؟ ايوه طبعا سؤال. امال دي بركوتة؟ قلتي ايه؟ بركوتة. بركات. برافو عليك. بركات. برافو عليك. هدي اطلعي قدام خط. اطلع. طب انا قلت بركوت. لا انا قلت قبلك بقى. هي قالت بركات وانا قلت بركوت. لا انا قلت بركوت. بركوت الاول بقى. انت بركوت. بركات. انت صح. معلش انا يا جماعه لو لقيتوني مفيش توقع يعني مش عدل ما بينهم. لا والله خالص انا عشان مستفز. ليه عمال تزعل؟ ايه الفيس بتاعتك ليه؟ عشان يغششوك. والله خالص. يا نهار ابيض. في اخ ما تقوليش كده. طب انتوا مش جايبين. ده سؤال صعب. زكريا مش عارفه تقراه. انا هعرف اجاوبه. طيب يلا. زكريا الدرديري
مدرس رياضيات وكذا كملوا الجملة دي من فيلم الناظر. زكريا الدوديري. زكريا الدوديري. ايوه مدرس رياضيات. مدرس رياضيات. ايوه كان لدغة صح. ومدرب فرنساوي لما بيبقاش فيه مدرس لحد ما يجيبوا مدرس فرنساوي. لحد ما يجيب برافو عليك. صح احمد برافو. برافو. يا جماعة ده صعب 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 صعب. طيب. احنا جوه الفيلم لسه برضو فيلم الناظر استرجعوا ابتدوا افتكروا الجمل الشهيرة ها. طيب وفوفا يا صلاح البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر. لا وفوفا يا صلاح فاكرين صلاح كان مين؟ طيب محمد سعد. لا محمد وفوفا يا صلاح هو ده لا مش صلاح هو السؤال حلمي. قلت ايه؟ حلمي. برافو عليك بس ده مش من ضمن الاسئلة. ياه بس حبيت انشط ذاكرة. ارجع يا انا هحسبها لك نقطة. لا دي نقطة. لا على فكرة ده مش سؤال. لا دي نقطة والله. لا دي نقطة. طيب خلاص لو جاوبتي على السؤال ده هرجع احمد تاني. ليه ايه ده؟ ايه ده انا مش راجع. اتقل. ما تعملش كملي الجملة. كملي الجملة. طب وفوفا يا صلاح. ما بعرفش. طب وفوفا يا صلاح. ماشي حلمي. كملي الجملة. ولا فاكرة طبعا. طب كمل انت واطلع. طب وفوفا يا صلاح. تتحرق فوفا. تتحرق فوفا اكتر ما هي معاها. عشان كده انا حسبت له الاجابة دي. طب ما انا خلاص. اللي بعده. ربنا. احمد حلمي يا جماعه سيدي بالنسبه لي صعبه جدا انا ذاكرتي الصفر. احمد حلمي ها ميمو. احمد حلمي في فيلم اكس لارج كان اسمه ايه؟ ما تحمرقيش وقفي على رقم والله اهو اهو اتنين اهو. احمد حلمي في فيلم اكس لارج كان اسمه ايه؟ طب اسهلها لك شويه. كان في كرتون كده هو بيرسم. عادل. ها عادل هو كان ليه اسمين. ما عادل اسم منهم. عادل اسم منهم. برافو عليك. حاجه بالميم. ايوه مجدي. برافو عليك. انا قلت ماجد مش قريب شويه. لا حلو. برافو يدي. برافو يدي. شيري صعب شويه. شيري انا مستنياكي هنا. طب انا عايزه بقى السؤال الذهبي. انت هتيجي تقعدي هنا. هي عايزه السؤال الذهبي. قالت عايزه السؤال الذهبي. حاضر عشان اروح. ايه عشان اروح. طيب هدي ليكي سؤال. انا ما ينفعش اجاوب من ضمن الاسئله يا شباب ولا ايه؟ هو انا السؤال ازاي بيطلعني اربعه ده انا برضه لسه هبقى ورا كارت معايا. طب السؤال الذهبي. انا ما ينفعش اتكلم خالص. هي السؤال أيوة ليها وهي هي اللي تجاوب. ما تقلقش انا راجعه. بس يا هدي يا ريتك ما اخترتيش. يا اختي انا راجعه بقى بكرامتي. طب انا في سؤال لو هي ما جاوبتوش صح وخدت خطوه لو انا جاوبته اخد خطوه لقدام؟ السؤال الذهبي يخص هدي بس. هدي بس. يعني لو عارف اجابته ما اقولهاش. كانش نفسي اعمل فيكي كده بس ماشي. قولي يا اختي قولي. ماشي. فيلم العتبه الخضراء. يا لهوي. كان اخراج دي. لا دي لو عرفتها بقى ركزي. عارفين بقى اللي هيحصل. صعب جدا. وانت عارفها؟ اكيد. لا هو قصدي يقول انه يبقوا انت غشيتيها من يعني من كنت العتبه الخضراء. مش ده كان أيوه. بتاع صباح. برافو. واسماعيل ياسين. برافو. واحمد مظهر. برافو. صح كده؟ صح كده. وكان عايز يشتري اسماعيل ياسين كان عايز يشتري العتبه الخضراء. برافو. وكان كل ده ما يفرقش معانا خالص. يعني كل اللي انت بتقوليه ده ملوش. طب اسهلها يا فاطيني دلوقتي. صراحه فاطيني عبد الوهاب. برافو عليك. فاطيني عبد الوهاب. طب ما انا عارفه كل ابطاله وعارفه القصه. اطلع اتنين؟ بس كده. انا لسه في اربعه. ها السؤال. متضايق وبدا يجز وانا سامعه الجز. دي صعبه واول مره اعرفها. تعرفوا كده؟ مين مخرج فيلم اكس لارج؟ شريف عرفه. برافو عليك. ايه ده انت بتذاكر بقى؟ استاذي شريف عرفه. استاذ شريف عرفه مش هنعرف شغله. اول مره اعرف برضو معلومه. طيب السؤال ده سهل جدا. استاذ سمير غانم كان اسمه ايه في مسرحيه المتزوجون؟ سهله قوي. مسعود. مسعود جد الله جد حق عبد ربع عيسى عبد عال عبد الشكور عبد الحفيظ على الله على الله. بكره بقى اقول لحضرتك اسم بابا. برافو عليك. طب انا اروح. وفاكرين هي كانت اسمها ايه؟ شيرين. مسعودي. انا فاكره لينا. برافو. ايوه لينا. برافو عليك. طب ما دي اجابه. لا 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 ده انا بتشط معاكم يا شباب. ايه يا لينا؟ عمري ما هكسب في اللعبه دي. طب تفتكروا يا حلوين اسم بسم الله الرحمن الرحيم رحمة الله عليه جورج سيدهم في المسرحية كان اسمه ايه؟ حنفي. حنفي. الشطارة دي. برافو. برافو. بقاوم بقاوم. لا انا عايزاكي تفضلي مكملة من بس هو خلاص فاضل له زلطة ويطلع بره. ده بقى من العيلة. حاجة من العيلة. من قالت مين؟ قالته؟ اوكي.
يبقى هيعرفها. اسم اول برنامج. لا انا هغير السؤال. غيريه. اصل انتوا هتجاوبوا بسرعه. غيريه. طيب فاكرين فيلم تيتو؟ اه طبعا اكيد فاكرين. ما تقوليش اسم مين. مين اسمه؟ فاكرين مين؟ مخرج كان مين؟ شيف لا طارق العريان. طارق العريان. طب ارجع عشان ما كانش هو ده السؤال. يعني انا لما اعرف يا جماعه على الله لما انا لما اعرف يعني سؤالي كان مين؟ احمد السقا. سؤال ساذج قوي يا احمد السقا طبعا. هو ده السؤال؟ كان اسمه ايه؟ كان اسمه ايه؟ تيتو. يا راجل. اه لا كان اسمه تيتو. لا كان اسمه الحقيقي طارق. طاهر. طاهر. لا مش هحسبها لك. طاهر. انت جبت غلط في الاول. وايه المشكله بس جاوبت صح في الاخر وكسبت. كسبت. يلا ال- 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 المنتصر على الارض اتفضلي حضرتك. ليه يا ايدي ما انا كنت قاعده وحلوه وريوشه. خلاص تاريخ اللعبه يا جماعه. اول مره لعبنا اللعبه دي. انا بس عايزه اقول لكم حاجه. احنا في الفاصل. ايوه تعالى عليا كده. اول مره نلعب اللعبه دي انا اللي كسبت. خليكم. تعالى بس هنقطع بعض دلوقتي. انا بس عايزه اقول لكم حاجه. احنا في الفاصل غيرنا الاحذيه انا وهيدي عشان نعرف نمشي على ال على على السجاده دي. فهتلاقونا لابسين جزم شكلها مريح جدا ويا ريت نفضل كده على طول يا هيدي. اه والله يا ريت يعني ما نلبسش كعوب تاني. هنجيب زقمه بقى ننزل يا شيرين نشتري انا وانت طقم جزم فيها. اه يا ريت. ايه هارد لك. لا حبيبي عادي ما بيفرقش معايا خالص. يلا يا دودو. لا لا انا عارف انك منافسه جدا جدا جدا. بص بقى يا حلوين خليكي قاعده على الدكه كده. ركزوا معايا كده عشان الاسئله دي سهله ان شاء الله. وما تتوتريش يا شيري يا حبيبتي انت شاطره. هات ثلاث اعمال فنيه فيها كلمه شارع. شارع محمد علي. شارع محمد علي. شارع الغرام. الغرام. ايه شارع الغرام ده؟ ايه شارع الغرام؟ مفيش حاجه اسمها شارع الغرام. شارع الموارد. شارع الموارد. ده مسلسل ولا فيلم؟ ده مسلسل. انت قلتي اعمال فنيه. طيب يبقى انت اللي كسبت. شكرا. لا احنا بداناها كده غلط. انا قايل الثلاثه زيها بالظبط والله. وانا قايل وقايل اثنين منها اصلا. بتجاوب بعدها. يعني ايه بعدها؟ انا قلت شارع الاسرع. شارع الكنترول بيقول لك كده. انا ما بقولش حاجه من عندي. كنترول بيقول كده؟ سمعوني يا كنترول كده. يلا يلا اللي بعده. سمعوني يا كنترول. يلا حلوين. اللي بعده قول يا كنترول. ماشي. اوكي فيلم الفتوه كان بطوله نور الشريف. ايه الفتوه؟ فريد شوقي. فريد شوقي. فريد مش شوقي. ده السؤال. ايه مش ده السؤال؟ كان تاليف مين؟ اوف فريد شوقي. صح. انت بتذاكر؟ لا معروفه يعني. انا ما خدتش بالي. ماشي. احبك وانت متحمسه حبيبتي يا زميلتي العزيزه. هي تعمل فيها ايه؟ مش عايزه تكسب وعادي واحنا اخواتها. اول ما نبدا اللعبه تبدا تجز تتوتر. ايوه طبعا لازم اتوتر. اشهر افيه للفنان توفيق الدقن. يا 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 اه يا اه العلبه دي فيها ايه؟ في العلبه دي فيها. لا طب ما ده افيه شهير برضو. بس ده ايه اللي ايه ده اي ام سوري. لا لا معلش ثانيه واحده. انا قلت يا اه والعلبة دي فيها ايه؟ فيها فيل. لا في شهير جدا. لا مش اشهر من احلى من الشرف. مفيش معلش. لا معلش اطلع خط. لا يا جماعة. لا يا جماعة ماشي. لا مناصفة ما بين المتسابقين. ازاي يا جماعة؟ طيب ازاي؟ لان انا اصلا قلت الافيه قبليها. ايوه لا احنا مع بعض. قلت افيه غير افيه. انت قلت احلى من الشرف قبليها برضو. حتى لو ده صح انا قلته قبليها. انا قلت. طب يا جماعة في الكنترول نعمل ايه؟ احنا الاثنين نتقدم خطوة. ميرسي. هتحاسب ايه؟ درو كده يعني بقى. نطلع كنترول اللي هيوحشنا. ماشي طب ركزوا. كنترول رائع النهارده. ها اسم عادل ادهم في فيلم حافيه على جسر الذهب. لا مش عزيز. عزيز. عز. عزيز. 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 ايه ايه دي؟ عزيز. عز عزيز. ها استقروا. حد يقول. عزيز. عزيز. طب انا قلت عزيز يا هدي. ما انت قلتي عز عزيز. لا انا قلت عزيز في الاول. طيب انا قلت عزيز في الاول صح؟ احمد اللي فاز. لا طبعا ارجع ورا. انا قلت عزيز قبله يا جماعه. انتوا مش ركزين. انت كنت متغلبه. لا انا قلت عزيز. اقعد انت عملتي ها ما تقولي يا ماما. انا قلت عزيز. ايه الموقف السخيف اللي انا فيه ده؟ انا خصم مش سهل. اوعى تقولي سهله. بصراحه هي شاري قالت الاول. ميرسي. شكرا يا هدي. شكرا. ارجع ما ينفعش. ارجع ما ينفعش. بصراحه تبقى واحده فيهم الحكم. إيه؟ ارجع يا كابتن. كابتن طب يا جماعه شغل في الملاعب. انا قايل عزيز. انت بتعمل شغل. بس هي قالت عزيز قبلك وترددت. مش اي روح رياضيه خالص. طب ما ترددت ورجعت قالت وانت ترددت برضه. ما انت خدتها مني. ايوه انت في الاخر سالتي قلتي اسمه ايه؟ قلت عزيز. لا يا هدي هو خدها مني. غشها مني. ارجع ورا. استاذ كنترول. كنت طلع لك كارت اصفر زي اللي فاتت بالظبط. انا قلت قبليكي. يلا ده ارجع. قلت زيك المره قلت قبليكي المره اللي فاتت طلعتي معايا. ارجع انا هنا الحكم لو سمحت. مش هرجع. تطيع اوامري. مش هرجع والا خلاص.
لا. هتاخد مخالفه. اللي فاتت نفس القصه، ما انا قلت قبليها وطلعت معايا قدام. لا مش طبعا يعني. لا لا هي قالت افيه وانت قلت افيه تاني خالص. على فكره حكم ظالم أوه. بس انا ربنا ينصفني. طيب عرفت بقى ان ليه فيركزوا بقى لا عشان مشاغب. ربنا ينصفني حالا هتشوفوا اللي بيجي على دودو. يلا ركزوا. ايوه ياسمين عبد العزيز في الدادة دودي كان اسمها ايه؟ رضا. برافو. برافو عليك. هو ازاي عارف الاجابات كده؟ انا شاكة فيكم. عمال يلعب في الاير بيس. بتكتب غش؟ والله ان انا شاكة فيكم. طب يلا اللي بعده كده عشان ترادوه. اوكي. اللي بعده. يلا. اسم شريف منير في ليالي الحلمية. لا شريف منير. ناجي. برافو عليك. ناجي. صح. صح صح صح. ناجي صح صح. اللي بعده. اسم الفنان يحيى الفخراني في فيلم اعدام ميت. ابو جوده. ابو داوود. ابو جوده. ابو جوده. اقسم بالله لو عرفت انكم بتغششوني هقطع لكم. يا الله يا الله. سلام عليك يا هقطع لكم الرعد والجاده اللي انتوا طابعينها دي. انا عايز السؤال الذهبي يا هدي لو سمحت. ايه ده ليه؟ انا حر. ماشي. عايز السؤال الذهبي؟ هو انتوا كاتبين سؤال ذهبي يا جماعه ولا ايه؟ اخر كارت. فيلم خرج ولم يعد كان يخرج مين؟ يحيى الفخراني. ايه شيري ده انت عارفاها اكيد. استني مش هترد عشان ده ليها. مش هرد. هي لو ما جاوبتش هترجع ورا. مش هرد. اديكي اختيارات؟ لا يا سلام. ما اديهاش اختيارات. ما فيش اختيارات في السؤال الذهبي ازاي يعني؟ ماشي عشان انت ما اديتنيش اختيارات. ايوه بالظبط. صح انت ما اديتنيش اختيارات. انا فاكره. مش حاضر. ها عندها الحلقه بقى كلها يا ماما؟ عندنا وقت و طب طب اديني حرف. لا ما ينفعش. انا هعمل ايه ده اللي ما ينفعش؟ لا ما ينفعش اديك اول حرف ونص الحرف. خلاص انت مش عارفه. لا انا عارفه. طب قدامك 10 ثواني. خن. قدامك 10 خن استاذ خن. صح. خطوه الثانيه. ميرسي. زينا زي بعض. يلا. طيب على فكره انت ممكن تاخد السؤال الذهبي الثاني. مش عايزه. ماشي. استنى كده اما اشوفه لك كده. مش عايزه. استنى بس. لا 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 مش هدي. وليه كده يمكن اعرف واطلع خطوتين كمان. لا تفضل انت واقف. كل واحد له حقه في سؤال ذهبي. ماشي قولي. ماشي يلا. حاجه سهله بقى يا دودو. الفنان محمود عبد العزيز في فيلم جري الوحوش كان شغال ايه؟ منجد. منجد صح. ميرسي. طب ما انا والله عارفها. ايوه لازم تسبق اكل النبأ. تمام. دي سهله قوي يا جماعه. يلا يا هدي وانت اكيد عارفها. بصي في عينيا. صعيدي في الجامعه الامريكيه. خلف خلف الدهشوري خلف. اصبري ده ايه ده دي بتجاوب. طب انا فرصتي ايه يعني؟ ما تجاوبيش يا صاحبتي غير لما اخلص السؤال الاخر. والا هرجعك خطوه. وبعدين ما تبقيش مشاغزه مشاكسه ومشاغبه. مشاغزه في صعيدي في الجامعه الامريكيه كلهم كانوا قاعدين في بيت حد. كان بيت مين؟ طارق لطفي. صح. لا كان بيت احمد السقا. لا كان بطارق لطفي. راجعي بقى ذاكري يا جماعه. كان بيت احمد سقا. بلاش الفيلم ده بالذات. طبعا بطارق لطفي. انا عايز السؤال الذهبي. انا عايز السؤال الذهبي. انت صح. عايز السؤال الذهبي. اتنين اكسب. طلعت؟ انا طلعت اهو جيت جنبك. بس هو السؤال عايز السؤال الذهبي. متاكد؟ يعني اعمل ايه خلاص يعني. انا من حقي اجاوب على السؤال ده؟ لا مش من حقك خالص ولا تتكلمي اصلا. السؤال الذهبي ده اكسب بيه. ايه العنف ده؟ ها قولي. انت ليك في الموسيقى التصويريه بتاعت الافلام؟ مش موسيقار وبيلحن؟ لا يلا قولي. اسالي. بص انا اخترت. اوكي فيلم كيت كات. لا سوري ده مش ده. ايه ده؟ لا في ايه؟ ماله فيلم الكيت كات؟ الموسيقى التصويريه لفيلم الكيت كات كانت من تاليف مين؟ هشام نزيه. استني هقول. ثانيه واحده ده سؤالي. ده سؤال. لا لا مش اصلا. طب راجع ده سؤال. انت على فكره دي مش شفت مشاكسه ازاي؟ اسمعك بعد كده بتهزقني انا. راجح داوود. ايوه طب ما انا قلت راجح داوود. لا ما ينفعش تقولي اصلا. ده هو ده السؤال الذهبي بتاعي. إيه ده؟ انا كسبت. ذهبي يا شيري. شكرا شكرا. انا ساعدتك. انت سارق النقطه. والله العظيم انا عارفه. انا اصلا قلت والله انا عارفه. ما كانش هيعرف. والله انا عارفه. بقول لك والله عارفه. معلش تعالي جنبي. انت اصلا ما ينفعش تجاوبي في اسئلتي. ارجع اعمل ايه؟ معلش معلش انا مقاطعه اللعبه. خلاص يا جماعه يعني نحب بعض. طب اسالني سؤال. مفيش كاس يا جماعه. كاس ايه في ايه؟ عايزين دوري. فين عايزين نرفع الكاس؟ في اخر الموسم. في اخر. قولي سؤال اخير. مفيش سؤال اخير خلاص خلصنا. انا اللي